القضية الفلسطينية قضية مقدسة لدى كل الجزائريات والجزائريين، مش إلا القيادة الجزائرية. فيه العبارة تندار خطيرة، فيه مجزرة بأتم المعنى، ان جينوسيد سان سابيل با اوترومون، سان سابيل ان جينوسيد، يعني تصفية الشعب الفلسطيني جسديا. هذا الشيء اللي صار اليوم، 34 ألف شهيد، أطفال ونساء وغيره. وين ماشيين؟ أنت تجي ترمي قنبلة فيها طن، 10 قناطر في على منازل وعلى أحياء أهلة بالسكان، وش معناتها؟ بغيت تمحيهم؟ احنا ما قبلوش، ما قبلوا لا كشعب لا كدولة ولا كعضو غير دائم في مجلس الأمن، ولا كعضو مؤثر في عدم الانحياز في منظمة المؤتمر الإسلامي، ولا في اتحاد إفريقيا، ولا في اتحاد، ما قبلش. إذن قضية فلسطين ما تخلاش عليها. أنا ضميري وتاريخي وكفاحي والتضحيات نتاعي، الشعب اللي يضحي ب 34 ألف شهيد عنده الحق في الحريه.